بعد جمود منذ بداية أزمة كورونا، هي مكتبة شيب دزاير تنفض الغبار عنها. عودة نشاط هذه المكتبة تزامن مع ورشات قراءة تنظمها المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار. فكرنا في خلق أو مساعدة لكوليكتيفيتي لوكال، الجماعات المحلية أو الجمعيات، في خلق مساحات ثقافية، وحنا سبونسوريزي ندعموهم بكتب ونرافقوهم لمدة قصيرة في كيفية تنظيم هذه الورشات، ونترك لهم المشعل ونجوزوا ونروحوا لمناطق أخرى. ميكانيزمات يتم من خلالها تلقين الأطفال فنون القراءة والكتابة عبر الوصف والسرد. كم شفتوا ومن بعد طالعوا على أشياء، ومن بعد لازم ديروا البحوث، وباش ديروا بحوث هي بالمطالعة. زعما كاين هنا زوج شجرات، وكل شجرة ديفيرونت على الأخرى، ما قدرش يقول شجرة، لازم يعرف اسم هذيك الشجرة واسم الأخرى. التشجيع على القراءة والكتابة حتى يكون الكتاب خير جليس، خاصة لدى شباب المستقبل، ضرورة تفرضها الظروف في ظل الابتعاد الغير مسبوق عن الكتاب الورقي وهيمنة العالم الافتراضي.